كتاب الديات باب قول الله أحسن الله تعالى عليكم. أن النفس نعم، بالنفس باب أسرع. قول الله تعالى إن أن النفس بالنفس، صحيح يا سيدي؟ نعم. نعم، صلى الله عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الإمام البخاري أبو عبد الله رحمه الله كتاب الديات، قال باب قول الله تعالى أن قول الله تعالى أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال حدثنا عمر بن حفص ومن سقط. نعم، قال حدثنا أبي حفص ابن من؟ تبي، طب ممكن تعطيني دقائق بس تبي طب أسئلة أكمل أكمل يعني أكمل 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 أكمل. نعم. قال حفص حدثنا هو الأعمش، حفص بن غياث، حفص هذا هو حفص بن غياث. ماشي، تفضل. الأعمش قال سليمان بن حدثنا مريم، الأعمش، سليمان بن مريم بن مهران، إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنوارس، فهو من أساطير المحدثين. نعم، قال عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن مرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الثقات. قال عن عبد الله بن مرة عن مسروق، مسروق أبو عائشة، وهو من المخضرمين، وهو من محارم عائشة رضي الله عنها، يكنى بأبي عائشة. نعم، قال عن عبد الله رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. نعم، أدخل في الباب بعدين؟ لا لا، نص نص باب 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 اصبر، لا تعجل. مرني سيدي، طورنا الله. النفس بنفسه، وقلنا انها محكمه، واصلا جاء التفسير من قول الله تعالى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، ولا معارضه بين الايتين، كما بينا في الباب الماضي. وقول يوافق بعضه بعضا، والتنزيل على نسق واحد، قول أهل العقل لا يتسق، لأنهم أخذوا أول الآية هو النفس بالنفس، وتركوا ما وراء ذلك، وليس لأحد أن يفرق ما جمع الله جل وعلا فيأخذ بعضه دون بعض. وقلنا الحكم لا يتأتى إلا بجمع شتات الأدلة في هذا الباب، وقد بينا في التأصيل العام على قول الجمهور أن التفاوت في الرتبة يستلزم التفاوت في الأحكام، التفاوت في الرتبة يستلزم التفاوت في الأحكام. وفي الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن الإسلام يعصم الدم، لا إله إلا الله تعصم الدم والمال والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالتوحيد يمنع الدم، وكما قلنا الدم معصوم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. حتى أنه حسم المد وسد ذريعة، وقال: من أشار لأخيه بأبي حديدة لعنته الملائكة فهو ملعون. قال: لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومفهوم مخالفة مراد. الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دمه ليس معصوما، ماله ليس معصوما، عرضه ليس معصوما، إلا إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا أو مستأمنا. نعم، قال: إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا هو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، إما أن يقتل، وإما أن يودي، يعني يأخذ الدية. نعم، قال: النفس بالنفس، والثيب الزاني، وهذا فيه الرجم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب الرجم حتى الموت. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم معزا، ورجم الغامدية، ورجم أيضا، وقال: يا أنيس أغدو يا أنيس، فإن اعترفت فارجمها. قال: والمفارق لدينه التارك للجماعة. المفارق دينه هذا عام في جميع الناس، لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه، عبدا كان أو حرا، امرأة كانت أو رجل، على الخلاف بين
العلماء في مسألة المرأة، الخلاف الفقهي بين الحنفية وبين الجمهور، والحق مع الجمهور. قال أبو الحسن المفارق لدينه يريد الخارج منه، فيحتمل أن يكون خروج وترك الجماعة، أو يبقى عليها فيقاتل على ذلك حتى في إلى يقاتل حتى في إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر بخروجه، ويمكن أن يكون خروجه كفرا وارتدادا. وقيل يحتمل يريد من يسعى في الأرض فساد، وهذا كلام بعيد، الظاهر يبقى على الظهور وحتى يأتي ما يؤوله. فالصحيح الراجح أن نقول بأنه المفارق لدينه التارك للجماعة، يعني المرتد عن دينه، فالمفارق لدينه يعني المرتد عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. عليكم السلام ورحمة الله. من بدل دينه فاقتلوه. قال الداودي هذا الحديث منسوخ بقوله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأباح القتل بالفساد، وبقوله من طائفتان من اقتتلوا والقتال يؤدي إلى القتل فأباح أبو البغي، وبحديث قتل الفاعل والمفعول به الذي يعمل عمل قوم لوط، وقيل هما في الفاعل بالبهيمة. وقال عمر من بايع طبعا، وقال فإن وردتموا على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا الحديث شاذ ليس بصحيح. من بايع رجل غير مشورة قتل، ومن بايع. وقال ابن عبد العزيز تستتاب القدرية فإن تابوا إلا فقتلوا. قال مالك وذلك رأيي. قال سحنون من بان بداره ودعا إلى بدعته يقاتل حتى يرجع إلى الجماعة، وإن لم يبن بداره ودعا إلى بدعته سجن، وكرر عليه المغترب حتى تعلم توبته أو يموت كفعل عمر في صبيق طبعا أيام، ورجع عما كان عليه من البدعة، التعزير لولي الأمر. وقال كثير من العلماء إن تارك الصلاة يقتل، وهذا كله غير الثلاث، وقد يكون قال ذلك قبل نزول الفرائض، هذا كلام خطأ، بل كل ذلك مع الثلاث، لأن القدرية أو قل الجهمية كفرها جل السلف، إن لم يكن كل السلف كفروا الجهمية، فلذلك دخل في التارك لدينه. وأيضا ما قال من فعل قوم لوط دخلت في الثيب الزاني فلم تخرج عنه، يعني في فعل قوم لوط الجمهور على أنه يأخذ حكم الزاني، فإن كان ثيبا يرجم إلى الموت فدخل تحت الثيب الزاني، يعني ليس بعيدا عن الحديث. كل ما ذكر من الفروع كلها تنزل تحت هذه الثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وقال السيب الزاني، والنفس بالنفس يعني القصاص. الباب الذي بعده. قال الإمام رحمه الله باب من أقاد بالحجر. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار، نعم الثقة الثابت الأمين. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد جعفر غندر أثبت الناس كتابا في شعبة، نعم. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال عن هشام بن زيد وهو من ثقات التابعين. قال عن أنس رضي الله عنه، أنس هو من السبع المكثرين عن نبي الأمين، نعم. قال أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. نعم، هذه المسألة مضى شرحها، وأيضا فيها أنه الإشارة المفهمة تنزل من ذات القول، وفيها أيضا أن الدعوة على الإنسان ليست تهمة، ولكنه يبقى المساءلة، فإن أقر بها حكم عليه، وإن لم يقر بها لا شيء عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل اليهودي، ما رجمه حتى أقر، أخذه يمين وصار وقتل بقلبه، وأخذ الجارية التي يعني اعترفت عليه فأتى به وقال أنت قتلتها من أجل ذهبها، قتلتها بالأوضاح التي لها، حتى اعترف فأقر فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فيها التساوي في القصاص، وهذه أصلا تحت عموم قول الله جل في علاه، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه أيضا فيها المساواة التسوية في مسألة القصاص، وفيها أيضا أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيها أن الرجل يقتل بالمرأة. الذي بعده. وقال باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
نعم. قال حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين من ثقات الأثبات رواه جماعة. قال حدثنا شيبان. من شيبان؟ شيبان بن فاروق. شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه ماشي النحوي. ماشي ماشي، من الثقات، النحو من الثقات. قال عن يحيى. يحيى بن سعيد الأنصاري هو من الثقات يا سيدي الأثبات هذا نحن يحيى الأبطال. بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير. نعم. ماشي. يحيى بن أبي كثير طبعا من طرف ما قال، قال لا ينال هذا العلم لا ينال هذا العلم بإيش؟ براحة الجسد، ما ينفع. نعم تفضل. عليك قال عن السلام أبي شيخ خالد، سلمة. ادعو لنا وأنت في المكان المبارك هذا شيخ خالد رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله عليك. تفضل. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الفقهاء السبعة كان دقيا نقيا عالما فقيها محدثا، لكنه أضع على نفسه كثيرا، لم يتودد لابن عباس، لم يلن له لينا حتى يطعمه العلم. عبيد الله بن عبد بن مسعود قال لنت لابن عباس فأطعمني العلم إطعام. أما أبو سلمة اعترف على نفسه أنه كان يخالف ابن عباس فمنعه العلم. سبحان رب العظيم. وهذه لا بد للطالب أن يكون فقيها عندما يكون بين يدي شيخه، لا بد أن يتقلب برقة وبلطف وبرفق ويعرف إعظام شيخه حتى يعطيه كل شيء، فسبحان ربي العظيم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجاء. يلا بابا حبيبي اسرع، الله يبارك فيك. قال حدثنا، قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ورحمهم اجمعين انه عام فتح مكه قتلت خزاعه رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، الا وانما احلت لي ساعه من نهار، الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساق قطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يؤدي وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول إما الله صلى إما الله عليه يودي وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وتبعه عبيد الله عن شيبان في الفيل. قال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. ثم قال رحمه الله لحظة، إما أن يودي أو يقاد، هذه واحدة. الأمر الثاني انتظر الحديث، شهادة. نعم الثلاثة حصر وقصر، لأنها تجمع كل شيء يأتي بعد ذلك يكون فيه ينزل تحته. هذا على من يقول بأن هذه الثلاثة بهذه الطريقة الإثبات النفي الإثبات حصر عليها. ومن قال لك الداودي وغيره قال هذا الحديث منسوخ، وهو ليس منسوخ، قد يقال هو ذكر ذلك على ما قلت أنت بالضبط، هكذا ذكر ذلك لشدتها وبشاعتها فذكرها على أنها أعظمها وينزل تحتها كثير من الفروع، فيكون هذا على النظرين. حفظ الله نظرك ومتع بك. تفضل الذي بعده. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ومن ثقات الأثبات، ليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. تفضل. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا والثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عمرو. من عمرو هنا؟ عمرو بن دينار ولا عمرو بن دينار الآن سيدي. عمرو بن دينار من ثقات الأثبات. نعم. قال عن مجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس. نعم. مجاهد هذا أخص تلاميذ ابن عباس. مجاهد كان يقول إني راجعت ابن عباس في القرآن مرتين، آية آية أسأل أين نزلت، فيما نزلت، كيف هي، حكمها، تفسيرها، يقول آية آية وأنا أردها على ابن عباس. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي أثري من العبادلة الأربعة، ترجمان القرآن. قال رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية،
فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف، قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. نعم، هنا في هذا الباب كما قلنا أن الأمة الإسلامية وسط، والشريعة الإسلامية وسط بين شريعتين، بين اليهود وبين النصارى. اليهود فيهم القصاص والنصارى ما فيهم إلا الدية، وكانت هذه الأمة فيها في هذا الباب القصاص وأيضا الدية، لأنه بخير النظرين، إما أن يقود، وإما أن يقاد من المقتول، وإما أن يودي يعني يأخذ الدية. لذلك ابن عباس قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم يعني الدية. وقول قال عبد الله بن الرجاء وشيخ مراد بإراد ذلك تبين عدم تدليس يحيى، قال عن أبي سلمة، فإن جرير قاله عن يحيى حدثنا أبو سلمة، لأنه فيه شيء من التدليس، فالعنعنة هنا تضر. ورأت ابن أبي عاصم عن دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى ومتابعة عبيد الله، أخرجها مسلم عن إسحاق بن منصور عنه به، والرجل من قريش وهو العباس. وأبو شاه طبعا هذا يعني لما قال اكتبوا لأبي شات، يعني الخطبة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة على جواز كتابة السنة، وكان قد منعهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة من أجل ألا يختلط بالقرآن، فلما أمنوا الاختلاط قال اكتبوا لأبي شات. واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد، فقال الطائفة ويل ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية وإن لم يرضى القاتل، وروي ذلك عن المسيب والحسن وعطاء، وراه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد أبو ثور وجميع الفقهاء والمحدثين. قال آخرون ليس له إذا كان عمدا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا أن يرضى القاتل، روى ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه، وبه قال الثوري والكوفيون. وفائدة الخلاف تظهر في من قال عفوت مطلقا ولم يذكر دية، فالمعروف أنه لا دية له. قال ابن القاسم يحلف أنه لم يرد العفو على غير الدية. والصحيح أن الراجح هو كلام المحدثين والفقهاء بأنه بين النظرين، لأن هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح، فلا 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 كلام معه، ما في كلام مع غير ذلك. النص الصريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز كل نظر. وقلنا دائما الحمد لله، قلنا دائما إذا جاء نور الله بطلنا المعقل. المخالفون معنا في جلوس العرش يقولون كيف تردون كلام مجاهد وقد راجع القرآن على ابن عباس ولم يرد في شيء. نقول له نعم نرد كلام مجاهد، لأنه تكلم في الغيب، تكلم في عرصات يوم القيامة، تكلم على الكرسي والعرش، من أين أتى بهذا؟ هذا غيب يا أحمد، أنت بس قل لهم ذلك، هذا غيب، أين الدليل عليه؟ سيموتون هم، ما عندهم، يتخبطون جدا في هذا الباب، جدا يتخبطون في هذا الباب. الغرض المقصود يعني حجة الأولين طبعا، فمن عفي له من أخيه شيء هو تصريح، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فعل صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية على القاتل إذ ذاك، وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم، معناه أن من كان قبلنا لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس، كما قلت هذا كان في اليهود، وهذه الأمة أمة وسطية. والحديث إما أن يودي وإما أن يقاد، وهذا نص في أنه جعل أخذ الدية أو القواد إلى أولياء الدم أيضا، ومن طريق النظر فإنما لازمته الدية بغير رضاه، لأن عليه فرض لأن عليه فرضا إحياء نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيم، يعني يجب عليه أن يحيي نفسه. رضي الله عنك أحمد، حفظك ربي، ونسأل الله أن يعلمنا وإياهم. الغرض المقصود المسألة يعني ضمت فيها الهوى، لو فيها بعض أعمال العقل يعني على الأقل سيفهمون حتى أننا لا نخالف معهم، يعني احنا متفقين أنه لو صح لاعتقدناه. احتج الحنفية والملكية بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، ولم يخيره. قلنا كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما ارتضى القوم بالأرش، قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا أقسم على الله أبره. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية، على الرضا من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معاني الاختيار. لكن حقا هو أصلا إذا عفى ولي الأمر ولي الدم يجب عليه أن يعطي الدية.
وفي قولي فهو خير النظرين حد وندب لأولياء القتيل أن ينظروا خير النظر، فإن كان القصاص خيرا من أخذ الدية اقتصوا ولم يقبلوها، وإن كان أخذ الدية أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت من غير جبر القاتل على أخذها منه، ولا يقتضي قوله بخير النظرين اكره أحد الفريقين، كما لا يقتضي قوله تعالى فاتبعهم بالمعروف أخذ الدية من القاتل كرها، وهذا الذي يخالف فيه مالك وأبي حنيفة. وقال جماعة من المفسرين ذلك يقتضي أخذها منه كرها إذا لم يعقله برضا أحد، وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالى ذكر الشيء منكرا لا معرفا منكرا لا معرفا، والعفو يكون البدل في اللغة كما يكون في الترك، يعني يقول بأنها على البدلية على ما قال المشهور أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية وإن لم يرضى القاتل، لكن أبو حنيفة يقول لا بد يرضى القاتل أو مالك في هذا الباب، والمسألة محتملة، لكن الصحيح الراجح أنه إن عفا عفا على الدية وجب على القاتل أن يبذل الدية، فإن عفا وجب على القاتل أن يبذل الدية، ما يقول لهم لا ما في دية موتوني اقتلوني، يجب عليه أن يدفع الدية لأنه يجب عليه أن أحياء نفسي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي حديث الباب حجة للثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق في قولهم أنه يجوز العفو في قتل الغيلة، وأن يغتال الإنسان فيخضع بالمشي حتى يصل إلى موضع فيختفي به، فإذا صار إليه قتله. قال مالك الغيلة منزلة المحاربة وليس لغة الدم العفو فيها، وذلك للسلطان. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين على العموم، فهو بخير النظرين على العموم، هذه دلالة واضحة جدا في قولي فهو بخير النظرين. نعم، وهذه فيها دلالة على أنه حتى لو قتله غيلة أنه نازل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو بخير النظرين. قال ابن المنذر وقوله فأهل ظاهر الكتاب يدل على أن ذلك الأولياء دون السلطان، يعني لأنه قال هم بخير النظرين ليس السلطان ولا بخير النظرين. نعم، إما أن يودي وإما أن يقاد. قال وقال عبيد إما أن يفادي أهل القتيل. قال الدودي إن كان محفوظ بالفاء فاحتمل أن يكون للمقتول وليان فيخاطبهما على التثنية، فقال إما أن يقاد أو يقتلهما، وهذا غير صحيح كما نبه عليه ابن التين، لأنه لو كان للتثنية لكان يوديان أو يفاديان، وهذه الرواية إن صحت فإنما هي بالفاء إما أن يودي القتيل وإما أن يفادي. وهذا أيضا قد يقوي جانب مالك في القول على عدم الجبر على الدية، وصح يقاد بغير ألف، يقال أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، وأقاد السلطان عن رواية عبيد الله يؤخذ لهم بتأريهم، وإن كان كما قلت لكن قول سلم بخير النظرين للأولياء فيها دلالة أنه وجب على القتيل إن عفوا أن يؤدي قال فأداء بالمعروف فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباعهم بالمعروف وأداء قال فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم. وفي قولي إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله رسوله والمؤمنين ليدخلوا في دين الله أفواجا، كان ذلك ساعة من النهار، ما كان هذا على العموم، كان ذلك ساعة من النهار، قال لم تحل الأحد قبلي ولن تحل الأحد بعدي إلا ساعة من النهار، إلا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يتخذ سقطتها إلا المنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، فهذه مكة محرمة حرمتها إلى يوم الدين. نعم، وفقط أحلها الله جل وعلا ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لأحد آخر، لذلك ما فعل الحجاج وغيره انتهاك لهذه الحرمة، فتعظيم مكة على تعظيم الدم فيها عند الله جل وعلا سائر الأرض يعني أمر إلى يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم، هذا نص منه على المعنى الباقي للحرمة، ويؤيد هذا قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم على الأشهر الحرم تعظيما للظلم فيهن، فالظلم في مكة أولى وأقوى، والساعة التي حلت له لم يكن للقتل إلا لمن أسال النبي صلى الله عليه وسلم وأباح دماءه، وفعل ذلك لإدخالهم جميعا في الإسلام، حتى وقفوا وقال ما أنتم ما تظنون أني فعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، وقال لا يختلى شوكها يعني لا يجعل خلا من الحشيش اليابس وقطع الشجر، وتعلمون أنه في بقرة على ما قلنا قبل ذلك في الحج في الموني الحشيش نفسه لا يقطع إلا ما كان للرعي، فهذا جائز ولا عرض شجرها
وأيضا لا تلتقط اللقطة في مكة إلا لمعرف، فقط لمعرف، ليس فيها مسألة العام وترجع، لا، إلا لمعرف. مشهور مالك أن لقطة مكة كغيرها من البلاد تعرف سنة ثم أخذها، هذا خطأ مبين، وفيها الاستثناء بعد فصل الكلام، يجوز الاستثناء. قال إلا الإصغر، قال إلا الإصغر عندما راجعوا العباس. وفيها مراجعة المفضول للفاضل، شريطة الأدب، يعني قال يا رسول الله لو فعلت ذلك لضاق علينا الأمر، والإصغر نستخدمه، إلا الإصغر، قال إلا الإصغر. فإذا قلنا أن أولياء المقتول فيهما، إن كان ولي المقتول مخير بين الأمرين في القتل، هل في الجراح أيضا يكون كذلك؟ قيل لا في الجراح، لا، وقيل نعم. وحديث أنس، انتظر ننتهي الآن يا أحمد، حديث أنس بن النضر ظاهر أنه قال والله لا تكسر رباعية الربيع، فقال النبي عندما أتوا ورضوا بالأرش قال رب أشعة أبر مدفوع الأبواب إذا أقصى عن الله لأبره. قال هنا مصطفى فاضل أي نعم، مش ماشي ماشي يا مصطفى، الله يرضى عنك، جزاكم الله خير أمتي، جزاكم الله خير. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أو رضي الله عنه أنه قال يزاد فدية القتيل في الأشهر الحرم 4000، والمقتول في مكة يزاد فديته 4000، قيمة فدية الحرم 20000. وفي حديث ابن أبي نجيح عن أبي عن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم، هو اسمها تغليظ الدية من أجل المكان، من أجل الحرم. غلظ عمر، غلظ عثمان بن عفان رضي الله عنه، بن مسيب، سلمان بن يسار، ومجاهد بن جبير، وعطاء، إذا قتل في بلاد الحرام فدية وثلث دية، وفي الشهر الحرام ومحرم فدية مغلظة. حكاه أيضا عن ابن شاب، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. والتعظيم جاء أيضا عن جلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، سعة الشريعة لم تترك شريعة واردة إلا أتت بها. سماحة الشريعة فهي وسط بين شريعتين، فيها السماحة وفيها الفضل، لذلك جعل الدية يعني فيها فداء، جعل الدية فداء لقتل القاتل. تعظيم مكة وحرمتها، ولم تحل إلا ساعة من نهار. جواز مراجعة المفضول الفاضل، شريطة الأدب. جواز الاستثناء خشية التضييق. المماثلة في القصاص هي العدل. رد رأس بين حجرين. نكتفي بهذا أفضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.